السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي من خلاله راح نشارك معكم آخر أخبار محترفينا وآخر أخبار المنتخب الوطني الجزائري، وكذلك أعطيكم لمحة عن قائمة الكوتش جمال بالماضي المعنية بالمباراة الفاصلة المزدوجة بين الجزائر والكاميرون. هنالك غيابات كثيرة ستشهدها قائمة الكوتش جمال بالماضي، ولكن لن يكون فيها تغيير بشكل كبير جدا أو لاعبين جدد بشكل كبير جدا. راح نشارك معكم جميع التفاصيل، فإذا كنتم تشاهدونا للمرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا. طبعا أعزائي الكرام، يعني باقي لنا يعني حوالي 26 أو 25 يوم كحد أقصى للعب المباراة الفاصلة، وبالماضي ما بقيلوش بزاف، يعني حوالي أسبوع أو أسبوعين كحد أقصى، وسيعلن لنا عن قائمته المعنية بالمباراة الفاصلة المزدوجة بين الجزائر والكاميرون. حاليا بدأنا في العد التنازلي، وحاليا أعزائي الكرام عندنا العديد من اللاعبين ممكن أنهم راح يتغيبوا يعني بشكل متوقع، وكاين لاعبين راح يتغيبوا بشكل رسمي. راح نشارك معكم من هؤلاء اللاعبين اللي راح يتغيبوا عن قائمة الكوتش جمال بالماضي. أما بالنسبة للاعبين الجدد، بالماضي ما سمعناش في ندوته الصحفية أنه راح يحضر لاعبين جدد، ولكن أعتقد باللي أنه بالماضي حاليا يحتاج وهو في حالة الضرورة لاستدعاء بعض اللاعبين الجدد لي يعني بضعة من المناصب. راح نشارك معكم كل شيء في وقته. على كل حال نبدأ باللاعبين اللي بالماضي ما راحش يستدعيهم، ومن المستحيل أنك تستدعيهم في الوقت الحالي. نبدأ باللاعب الأول أعزائي الكرام، واللاعب الأول للأسف الشديد أنا عملت غلطة كبيرة أني توقعته في قائمة بالماضي المتوقعة اللي شاركتها معكم سابقا. قلت لكم محمد الأمين عمورة ممكن أنه راح يكون في الخط الهجومي الخاص بالمنتخب الوطني الجزائري، ولكن هذا اللاعب أعزائي الكرام لحد الآن ما راش يلعب يعني مع ناديه لوغانو السويسري، لأنه آخر مباراة لعبها كانت 19 ديسمبر 2021، وعاد من كأس أمم إفريقيا مصاب على مستوى الظهر، ولحد الآن يعني مازال ما يلعبش مع ناديه لوغانو السويسري. من المستحيل أن هذا اللاعب راح يكون في قائمة الكوتش جمال بالماضي، وراح يتغيب وذلك بشكل رسمي من قائمة الكوتش جمال بالماضي، لأنه عنده مدة طويلة ما لعبش وكذلك راه مصاب، فنتمنى له الشفاء العاجل. وطبعا ممكن أنه راح يحل مكانه رشيد غزال، يعني رشيد غزال يبقى حل للمنتخب الوطني الجزائري في ظل غياب هذا اللاعب الحتمي والرسمي. ننتقل الآن إلى اللاعب الثاني. اللاعب الثاني أعزائي الكرام هو إلياس شتي. نفس الشيء يعود إلى إلياس شتي، هذا اللاعب راه بعيد كل البعد عن المستوى، بعيد كل البعد عن جو المنافسة مع فريقه الترجي التونسي، لأنه هذا اللاعب يعني منذ 25 نوفمبر سنة 2021 إلى يومنا هذا يعني ما لعبش ولا دقيقة مع ناديه، يعني منذ ذلك الوقت منذ بطولة كأس يعني العرب إلى حد يومنا هذا مازال ما لعبش ولا دقيقة مع ناديه. اللاعب يعاني من تهميش متواصل يعني لمدة حوالي 3 أو 4 أشهر، فلهذا اللاعب هذا أيضا ما راحش يكون حاضر معنا، يعني بالماضي راح يغامر إذا راح يستدعي هذا اللاعب. بينما بالنسبة للاعب الموالي هو يوسف عطال. يوسف عطال شاركت معكم فيديو سابق قلت لكم باللي أنه هذا اللاعب يعني عاد إلى جو التدريبات الفردي، وعمل يعني أشعة جديدة يعني بخصوص الإصابة التي أصيب بها، ولكن لحد الآن أعزائي الكرام متوقع باللي أنه ما راحش تكفي هذه المدة، لأنه شحال باقي لنا 25 يوم، اللاعب مازال ما عادش حتى للتدريبات الجماعية، فوقتاش راح يعود لك إلى التدريبات الجماعية، وقتاش راح يولي يلعب وإلى آخره. فلهذا رغم أني قلت لكم باللي أنه عودة هذا اللاعب تعطي حلول جديدة للكوتش جمال الماضي، إلا أنه في نفس السياق يعني المنطقي فرض عليك هاك، في نفس السياق اللاعب يعني ما نتوقعش باللي انه راح يكون معانا في المباراة الفاصلة، لانه راح ياخذ وقت كبير جدا باه يتعافى، وكذلك راح ياخذ وقت كبير جدا باه يعود الى جو المنافسة. بالنسبة للاعب الموالي اعزائي الكرام عندنا هاريس بالقبلة. هاريس بالقبلة نفس الشيء يعيش يعني التهميش مع فريقه نادي بريست الفرنسي، ولحد الان اعزائي الكرام ما راحش يلعب بشكل منتظم، ما راحش يقدم كذلك المستوى، راه بعيد عن جو المنافسة، فلهذا بالماضي سيكون مضطر من اجل ابعاد هاريس بالقبلة لاعب نادي بريست الفرنسي واحضار لاعبين اخرين. اللاعبين الاخرين راح اشارك معاكم الاسماء نتاعهم في نهاية الفيديو. على كل حال هاريس بالقبلة ما نقدرش نقول لكم باللي انه رسمي، ولكن مهدد بالغياب، ولكن الاسماء اللي شاركتها في الاول يعني رسميا ما راحش تكون معانا. بطبيعة الحال كاين لاعب اخر الا وهو رضا حليمية، اللي كان بالماضي يستدعيه دائما واللي كان يشوفه حل مثالي عندما كان يصاب نجم الدولي الجزائري يوسف عطال.
يعني رضا حليمية أعزائي الكرام كان دائما بالماضي يستدعيه بديلا يعني حسين بن عيادة أو شيء من هذا القبيل في الظهير يعني الأيمن للمنتخب الوطني الجزائري، ولكن حاليا وبالمستوى اللي راه يقدمه وكذلك يعني المباريات الغير المنتظمة اللي راه يشارك فيها وخاصة بعد مستواه الذي راه يهبط تدريجيا حاليا بالماضي عليه أن يعني يستدعي لاعب جديد، وطبعا اللاعب الجديد ألا وهو حكيم زدادكا. حكيم زدادكا يا جماعة البديل المثالي ليوسف عطال وليس لي يعني رضا حليمية. يعني هذا اللاعب ما شاء الله عليه يقدم في المستوى الكبير. إذا راكم تشاهدوا مباريات الدوري الفرنسي خاصة نادي كليرمونت الفرنسي تعرفوا واش راني نقول، يعني ما راش نتكلم أنا بالعاطفة ولا نتكلم من راسي، لغة الأرقام تتكلم واللاعب يعني أرقامه هي اللي تتكلم عليه. ما شاء الله في كل مباراة حاضر، في كل مباراة حاضر يقدم لك المستوى الكبير، وكذلك مستوى راه غير فيه تطور ما شاء الله عليه، نتمنوا له كل التوفيق. وفي نهاية المطاف يعني قال لك بلي انا مع الجزائر وحاب نمثل الجزائر وينتظر دعوة الكوتش جمال بن ماضي، وهو متواجد في القائمة الموسعة، رسميا متواجد في القائمة الموسعة. فزددك انا اراه البديل المثالي لرضا حليمية خاصة في ظل الاصابات في الظهير الايمن للمنتخب الجزائري. انا اتوقع باللي انه بالماضي راح يستدعي في ذلك المنصب كل من حسين بن عياد اللي راح يقدم المستوى الجيد، كذلك زددك. هذا حسب رايي الشخصي، وانتم خبرونا رايكم في صندوق التعليقات، هل حقا حان وقت استدعاء لاعب جديد الا وهو زددك ام العكس؟ اما بالنسبة للاعب الموالي اعزائي الكرام عندنا بغداد بونجاح. شوف عزيزي الكريم، يعني بغداد بونجاح ما ننساش الخير اللي قدمه مع المنتخب الوطني الجزائري، ولكن لا مجال للمخاطره الحقيقه تقال، لا مجال للمخاطره. عندنا مباراتين رسميتين مصيريتين، يعني تغلط غلطه زوج غلطات صاي راك ما تتاهلش الى المونديال، فلهذا نحتاج الى حل هجومي. فهذا اللاعب انا اتوقع باللي انه بالماضي راح يضحي به، رغم انه بالماضي تكلم عليه يعني بتصريح جيد في ندوته الصحفيه، ولكن يعني انا بالنسبه لي اراه مستحيل يا جماعه انك تشرك بغداد بنجاح وتخلي بنيطو حاليا. يعني لازمنا حل مؤقت، عندك بنيطو، انا اتوقع باللي انه بالماضي راح يستدعي بنيطو وكذلك يبعد بغداد بنجاح. هذه الاسماء اللي بغيت نتكلم عليها اعزائي الكرام، عندنا كل من محمد الامين عموره، الياس شتي، يوسف عطال، هاريس بالقبله، رضا حليميه، بغداد بنجاح، هذو هما اللي اتوقعهم باللي انهم راح يتغيبوا وذلك بشكل كبير جدا. كاين بعض اللاعبين الرسميين راح يتغيبوا، اما اللاعبين الاخرين توقعات. اما بالنسبه لعوده اللاعبين راح تشهد قائمه بالماضي عوده لاعبين. اللاعب الاول اعزائي الكرام هو عدلان قديورة، لاعب يعني بورتو الانجليزي بورتو البيون، وطبعا راه ماشي يلعب مباراة حاليا، راه اساسي المباراة الثانية على التوالي بعد توقيعه مع هذا الفريق. ناهيك على ذلك عندنا نبيل بن طالب، نبيل بن طالب سيكون البديل ايضا المثالي ليعني هاريس بالقبلة، لانه هاريس بالقبلة كما قلت لكم اذا بالماضي ما راحش يستدعيه نظرا لمستواه اللي انخفض وكذلك ابتعاده عن المكانة الاساسية مع ناديه بريستا الفرنسي، عندنا نبيل بن طالب البديل حاليا المثالي لهذا اللاعب. اما بالنسبه للاعبين الجدد اللي توقعناهم راح يكون عندنا يانيس حماش، زدادكا، بنيطو، يعني هذو هما المناصب الاكثر تضررا اللي نحتاجوا يعني فيهم لاعبين جدد. بنيطو راح يكون حل مؤقت، راح يكون جديد قائمه الكوتش جمال بن ماضي حسب توقعاتي. كذلك بالنسبه للاظهره الظهير الايمن والايسر، عندنا في الظهير الايسر رامي بن سبعيني، اللاعب البديل نتاعو ما عندناش لانه محمد فارس بطبيعه الحال مصاب. لهذا انا اتوقع باللي انه زدادكا، انا اتوقع باللي انه يانيس حماش راه في يعني اوج العطاء نتاعو وراه مستعد لهذه المهمه. كذلك نفس الشيء يعود الى الظهير الايمن الذي يتواجد فيه يعني حسين بن عيادة واللي راح يكون فيه ايضا حكيم زدادكا. خبرونا انتم رايكم في صندوق التعليقات، تبقى هذه هي الاسماء المتوقعه وتبقى هذه فقط لمحه اوليه عن قائمه الكوتش جمال بن ماضي كيف هي حاليا، من بعد كي تصدر لنا النتيجه الرسميه والقائمه الرسميه راح نشاركها معكم ان شاء الله. ننتقل الان بسرعه الى الخبر الموي والاخير، عند وجود نجم الدولي الجزائري رياض محرز في القائمه المرشحه لجائزه افضل لاعب لشهر نوفمبر كما تشاهدون في هذا الاعلان الظاهر امامكم. بغيتكم كامل اعزائي الكرام تروحوا تصوتوا على رياض محرز، وطبعا رياض محرز حاليا متفوق على زميليه في الفريق كل من يعني رحيم ستيرلينج وكذلك فيل فودن، متفوق عليهم نجم الجزائري من ناحيه التصويتات. روحوا زيدوا صوتوا عليهم ان شاء الله تكون الجائزه من نصيب رياض محرز، يعني خاصه وانه توج بها يعني في شهر ديسمبر للسنه الماضيه، وماذا بينا نشوفه ايضا يتوج بها لشهر نوفمبر. كان هذا فيديو اليوم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، السلام.